السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. النهاردة بنحاول إن إحنا نكمل في الموضوعات اللي ممكن تساعدنا على إن إحنا ما نشعرش بالإحباط. من ضمن الحاجات اللي لاحظت ناس كتيرة بتقولها وهم شغالين في الفيديوهات بتاعتهم، إنه أحياناً يقول يا جماعة أنا تعبت قوي في الفيديوهات اللي أنا بعملها، وإن أنا بتعب قوي في عمل المونتاج، وإن أنا بتعب قوي في وجود الفكرة. والبعض وهم بيعملوا المحتوى حتى يقوم جايب الكتب اللي هو رجع لها وحطها قدام الناس ويقول لهم شايفين أنا قريت كام كتاب علشان أعمل لكم المحتوى اللي هو ممكن يكون 20 دقيقة، أنا قعدت أقرأ 3 أيام. وهو طبعا صح اللي هو بيقوله، يعني هو عمله بالفعل وهو تعب بالفعل. وأنا هنا خطابي ليه مش بلومه على إن هو بيقول كده، ولا على إن هو مثلا المفروض يغير اللي هو بيعمله، ولكن أنا بقوله إن أنت لو أنت من جواك قعدت تحط الموضوع ده قدام عينيك هتشعر دايما بالإحباط. يعني ايه؟ يعني انا كل مرة هقعد افتكر يا جماعة انا قريت 10 كتب وانتوا ما جيتوش تتفرجوا حتى على 10 دقايق، انا هشعر بملل وباحباط، وممكن ده يخليني اتوقف عن العمل اللي انا بقدمه للناس. اللي انا بقوله ان لا يا سيدي الفاضل، انت شيل من دماغك انت تعبت قد ايه. الناس على فكرة عارفة، ومعظم الناس دلوقتي اللي بيشاهدوني هم كمان صناع محتوى، وهم كمان بيعملوا مونتاج وبيقعدوا يمققوا في عينيهم يا عيني. واعرف ناس يعني عملوا عملية في عينيهم، وناس تانية نظرهم تعبان ومنتظرين ان هم يعملوا العملية بسبب ان هو قاعد يعمل مونتاج على الموبايل الصغير. وشفت ناس تانية كتيرة برضه من نتيجة للانتقادات اللي بيتعرضوا ليها، ان هو يقول لك ده انا يعني انتم مفكرين ان انا بكسب ببلاش، اللي هو بدأ يكسب كتير يعني، والناس بتقول له انت بتكسب بقى فلوس كتير قوي. فبيقول ان انا مش بكسب يعني من غير تعب، ده انا احيانا بعد ما بعمل المحتوى بكتشف ان الكاميرا كانت شغالة والصوت كان مش شغال، وده حصل معايا انا شخصيا اكتر من مرة. ولكن المتلقي هو ملوش دعوة، يعني انت بتعمل محتوى جميل وبتحاول ان انت تبدع فيها على قد ما انت قادر، والمتلقي اللي هيخش يشاهد الفيديو هيشاهده على قد ما هو محتاج. تاني بقول ان العلاقة بينك وبيني ان انت بتشاهدني دلوقتي لحد ما تشعر انك خدت الرسالة، وبعد كده انت مش عاوز تقعد تاني، او شايف ان في حاجة تانية افضل ممكن ان انت تروح ليها، او حاجة تانية شيقة اكتر. فانا بقى بدل ما اقعد ان انا الومك على انك انت شاهدتني بس 3 دقايق او 2 دقيقة من ال10 دقايق، مش لازم الومك، لاني لو حطيت فكرة ان انا الومك فانا دايما هاشعر بالإحباط. أعرف ناس يعني من ضمن الحاجات اللي ناس كتيرة بتتعرض لها إن أنت تيجي تسجل الفيديو بتاعك وأنت عاوز تعمل فيديو يعني فيه صوت رومانسي هادي يبعث على الراحة النفسية، وتلاقي فجأة واحد قام طالع لك تان 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 تان. عارفين فأحيانا في بعض الأحياء يمكن ناس كتيرة دلوقتي ما بقاش تعرف الموضوع ده، اللي كان زمان وإحنا صغيرين قبل ما يدخلوا الغاز الطبيعي في معظم الأحياء المحيطة، كان تلاقي واحد معدي كده وبيخبط لك على الانبوبه بتاعت الغاز بتاعت البوتاجاز تان 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 تان، او تلاقي واحد معدي وانت قاعد بتعمل الفيديو بتاعك تلاقي واحد معدي بيقول لك ايوه الطحينه ايوه البطيخ اللي ما اعرفش ايه. الراجل او الست اللي بيعمل الفيديو ده هو اكيد في الحال بيضطر انه يقطع الفيديو، ويمكن يضطر انه يعيده تاني من الاول خالص، وممكن ينسى اللي هو كان بيقوله او يخرج من المود والحاله اللي هو كان بيقولها. اعرف شخص تاني كان بيحاول انه يعمل فيديوهات وعايش في مكان هادي جدا، ولكن اكتشف ان هو وهو بيعمل الفيديو لو حتى صوت العربيه اللي معديه بس بره مش كلاكس، يعني انا هنا مثلا انا ما فيش كلاكسات، ما بيضربوش بيب بيب بيب، ما فيش دي يعني الحمد لله. ولكن احيانا المايك لو حساس قوي يجيب حتى لو صوت عربيه معديه في الشارع، فلا بد ان هو يقفل باب الاوضه ويقفل باب الشباك ويقفل الدنيا ويحاول انه يعمل شيء يعزل له الصوت علشان الصوت ما يطلعش في قلب الفيديو علشان يقدر ان هو يطلع الفيديو جميل. ده معناه ايه كمان؟ في بعض اكيد يعني كل صناع المحتوى عارفين الموضوع ده، ان وانت شغال بتضطر انك تقول في البيت طوارئ. يعني انا دلوقتي لو حد عاوز يتفرج على التلفزيون تحت، لا اقفل التلفزيون عشان اعرف اسجل والا الصوت هيطلع. ولو حد عايز يطلع على السلم ولا ينزل، يا جماعه اللي نزل نزل واللي طلع طلع، ستوب ناو، محدش يشتغل
محدش يعمل اي حاجه على بال انا مسجل التسجيل اللي انا بعمله. وده معناه ان مش انت بس حتى اللي بتعاني، وانما كل اسرتك ممكن تكون بتعاني. وممكن ان حتى يعني تفاجأ وانت بتتكلم كده يعني، وانا بتكلم كده ممكن مثلا ابن الجيران يقوم مصرخ ولا حاجه، وانا ما عنديش امكانيه في المونتاج ان اطلع صوت من صوت، وحاولت مثلا اني انزل اخفض صوت الدوشه ولا حاجه، فتلاقي ان الصوت الاصلي يبدا يبقى فيه عيوب. فكان افضل شيء انك تحاول بقدر الامكان تسجل الصوت من غير اي اخطاء. ففي وقت من الاوقات مثلا تلاقي شخص علشان يسجل كده وما يطلعلوش دوشة عربيات وما يطلعلوش دوشة جيران ومش عارف ايه، يصحى الساعة 3 الفجر مثلا او الساعة 5 الفجر قبل ما العربيات تبدأ تنزل في الشارع، علشان هو يبدأ يسجل الصوت اللي هو عاوز يعمله وبعدين يبدأ يعمل المونتاج. كتير جدا من الناس كمان وهم بالذات في بدايات عمل المونتاج، حتى لو كان شخص قبل كده شغال في قناة فضائية، انا مرة سمعت فيديو حد بيقول كده يعني، هو كان شغال مذيع مشهور ومش عارف ايه، وبعدين لشيء يعني لسبب او لاخر احتاج ان هو يبدأ يعمل قناته على اليوتيوب، وهو فوجئ كمان ان حتى الناس اللي مثلا ممكن ان هم يساعدوه في عمل المونتاج ولا كده مش موجودين. في مره من المرات وهو بيعمل فيديو فعاوز يعمل المونتاج بنفسه، حس باحباط شديد جدا، وحس معظم صناع المحتوى بيمر بالموضوع ده. لكن هو المشكله او المهم قوي ان انت ما تبقاش منتظر اني كل واحد هيدخل يقول لك احنا عارفين انت بتضحي قد ايه، ولو ما قالوش كده انت تشعر باحباط. لا، انت المفروض بقى من البدايه كده انت عارف ان عندك رساله، ان انت عاوز توصل رساله للناس، وانت بتتعب علشان تعمل الرساله دي، وتعبك كله بقى جزء هتاخده مادي، جزء هتاخده معنوي، جزء هتاخده في ان حد يدخل يكتب لك تعليق جميل يقول لك شكرا على الموضوع اللي انت اتكلمت فيه، جزء انت زي ما احنا بنقول كده يعني انت اولا واخرا انت محتسب كل تعبك عند ربنا. الست اللي بتعمل حتى فيديو في قلب المطبخ بتاعها اكيد هي تعبانة يعني، ما ب ب ب بتعبها هي بالاسلوب اللي هي بتشتغله تعبانة. ما حدش يفتكر اني مثلا علشان هذا النوع من الفيديو يبدو انه سهل، يبدو ان الفيديو ما فيهوش تعب. مرة عملت انا فيديو كده، ان كنت في الوقت اللي عاوز اعمل فيه الساعات، فعملت فيديو مجرد شخاليل بس معلقه في الهوا كده، والمفروض انها تعمل صوت. ممكن الناس اللي عاوزين يبقوا يدوروا على الفيديو ده على القناه يعني ويشوفوه. وصديق ليا هنا كان بيقول لزوجته ان هي تعمل قناه وتحاول يعني انها تنزل فيديوهات، وبعدين هي بتقول هو انت بتعمل ايه يعني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقلت لها انا بعمل فيديو علشان اعمل كده، وهو قال لها ان يعني هو كان بيتكلم عن الموضوع انه بسيط خالص، شوفي هو عامل حاجه يعني هتعمل بس كده ويسجل ويحط ويبقى العمليه زي الفل. مش هعمل زي الناس اللي انا بقول عليهم يعني، ما تقولوش ان انتوا تعبتوا وكذا، ولكن انا بقول لك ان ممكن اللي انت شايفه يكون سهل خالص ده يكون الراجل مثلا ما عندوش هوا يعني. انا معلق الحاجه دي في جوه الاوضه بتاعت النوم، مش معلقها في الشارع فما فيش هوا، فعلشان الحاجه دي تتحرك وتعمل صوت لابد ان اجيب المروحه، والمروحه علشان تحرك الشخليله دي لابد ان اقعد احرك المروحه. يعني تخيل بقى ان انت تقعد ساعه مثلا ماسك المروحه بتحركها يمين وشمال علشان تخلي الشخاليل دي تتحرك، علشان بعد كده ترجع تنزل عليها تردد يبقى معاها اللي هو الترددات المفيده للصحه او شيء من هذا القبيل. فحتى المحتوى اللي يبدو ان هو بسيط جدا 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 ممكن يكون الناس تعبانه فيه قوي. واحنا يا جماعه كناس بنتفرج على حاجه المفروض يعني ان احنا نقول شكرا يا جماعه ان انتوا تعبتوا، لكن انا بقول لصانع المحتوى لو انت لو انا ما حدش جالي وما كتبليش تعليقات خالص انا هفضل انزل محتوى، مش منتظر حتى لو ما حدش جاي يسمعني انا هنزل محتوى. يمكن اللي يسمعني مش النهارده، يسمعني بعد 6 اشهر او بعد سنه او بعد سنتين، او يمكن في وقت من الاوقات بقى اقوم انا اقرر كده معايا فلوس ولا حاجه اقوم عامل دعايه للفيديوهات بتاعتي فتقوم الفيديوهات توصل لناس اكتر. ولكن استمروا يا جماعه، نزلوا محتوى حتى لو كنتوا بتتعبوا، والناس الاحصائيات بتقول لكم ان الناس ما شافتش المحتوى بتاعكم 100%. لو حصلت على انك تجيب من 10 ل 20% من مده الفيديو انت كده زي الفل. تاني ليه؟ لان كتير قوي من الناس هتشاهد لك الفيديو كامل، وناس تانية هتشاهد دقيقة، فالعدد بيتقسم على بعضه ويطلع لك المتوسط. لو انا دخلت وقلت لك انا شاهدت لك الفيديو كاملا وانت دخلت لقيت ان متوسط المشاهدات دقيقتين، مش معنى كده ان انا ما شاهدتش الفيديو كامل. واخدين بالنا؟ انا قلت الموضوع ده قبل كده في فيديو سابق يعني.
الخلاصة النهاردة اللي عايزين نركز فيها ان انت اكيد بتتعب في المحتوى بتاعك، واكيد الناس عارفة، ولكن ممكن يكون ده مش ظاهر ليك انت بقى، علشان انت ما تشعرش بالاحباط. انا بعمل ده مع نفسي، يعني انا بقول لكم معظم الكلام اللي انا بقوله لكم هو الكلام اللي انا بطبقه على نفسي. انا لو لقيت حد يعني حسيت ان الفيديو ما جاش عليه مشاهدات كتيرة، الفيديو اللي قبله كان جاب 300 مشاهدة والفيديو ده جاب 100 بس ولا 200، ما اشعرش بالاحباط خالص، اقول عادي جدا، ما هو ربنا هييسر يمكن الفكرة دي توصل ل 100 ممكن بعد كده. واللي بيحدث بالفعل اني بلاقي ناس بتيجي على فيديو نزل من 6 اشهر، بلاقي ناس جت على فيديو من اول انا ما فتحت القناة جم وبيشاهدوه بيحطوا عليه تعليق. طبعا انا بعرف ان هم جم من خلال التعليقات، يعني ممكن يكون في مشاهدات اكتر انا ما بيجيش عليها تعليقات. في بعض الحاجات طبعا بشوفها اللي هو ايه، الفيديو اللي بيكون عليه مشاهدات عالية قوي فتلاقيه ظاهر كده، اقول سبحان الله، يعني الفيديو ده طلع النهاردة فجأة كده جه عليه مشاهدات، انا ما اعرفش منين، والحمد لله رب العالمين الناس ما كتبوش تعليقات، ولكن انا شايف ان الفيديو جه عليه مشاهدات. خلاصة الفيديو ما نزعلش من الناس لو ما بانش ان هم بيشاهدوا بيتفاعلوا معانا قوي، ممكن الرسالة اللي احنا بنبعتها النهاردة يكون حتى اللي احنا بنبعتها له يكون لسه ما اتولدش حتى. ممكن ان التعب اللي انت بتتعبه قوي هو كل الناس بتتعب زيه، يعني معظم صناع المحتوى بيتعبوا نفس التعب. ممكن التعب اللي انا بتعبه على فكرة يكون اقل بكتير جدا من حد تاني لسه يعني ما فعلش القناة. ليه؟ تاني بقى نرجع موضوع الادوات، موضوع انت عارف تنفذ، يعني دماغك جابت لك ان انت تعمل فيديوهات شكلها ايه علشان تخلص الحاجة، علشان تجتذب الناس وهكذا. يا رب تكون فكرة الفيديو وصلت، ويا رب يكون الفيديو مطولش عليكم، وأشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة على خير. السلام عليكم.